يقول أحسن الله إليكم، إذا تزوجت المرأة البكر فطلقت قبل أن توطى، هل تسمى بكرا أم ثيبا؟ لا يا أخي، الثيب التي وطئت وزالت بكارتها هذه الثيب، سواء وطئت بعقد أو بدون عقد أو بزنا أو شبهة، المهم أنها وطئت وزالت بكارتها هذه الثيب. أما التي لم توطأ هذه هي البكر، لم يطمثهن، قال الله جل وعلا في الحور لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. نعم.